بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تعرفنا في الدرس السابق على ما هو الـ Entity Framework، وشرحنا كلمحة سريعة عن الـ Entity Framework ونشأته واستخدامه. اليوم إن شاء الله، وقلنا طبعا إنه هناك طريقتين للـ Workflow الخاص بالـ Entity Framework، وقلنا إنه في طريقتين للتعامل مع الداتابيس، قلنا الداتابيس فيرست والكود فيرست. وكنا قد نوهنا انه احنا قد شرحنا فيما سبق في احد الدورات كيفية التعامل مع الداتابيس فيرست. اليوم ان شاء الله حنعمل اكزامبل ونتعرف على الكود فيرست بشكل سريع. طبعا حنتطرق الى موضوع جديد وهو المايجريشن. تمام، خلينا ننشئ ابلكيشن application، وليكون ASP.NET web application، وليكن هنا نخلي هنا employee example. تمام، ونحفظ على الديسكتوب، نحفظ على الديسكتوب هنا في ال tutorial save. اوكي، طبعا الان يحتاج وقت لإنشاء الداتابيس. احنا حنختار ديفولت، طبعا نتكلم على الام في سي. تمام، هنا اتأكد انه في تشيك بوكس على الام في سي، نقول له اوكي. تمام، الدرس هذا ان شاء الله حنستخدم الانتيتي فريم ورك ونستخدم الكود فيرست. تمام، الان هو بعمل جنريت للابلكيشن، بياخذ حوالي دقيقتين في انشاء المشروع. طبعا انا هنا في الاكزامبل مستخدم اخر نسخة من الفيجوال ستوديو بروفيشنال 2017 زي ما انتم شايفين هنا. طبعا كنا تعرفنا على الفولدرز الموجودة في البروجكت، هنا قلنا انه مجموعة فولدرز موجودة، وعرفنا كيف الموديل والفيو كنترولر. تمام، وكل وظيفة طبعا في تقدر ترجع للفيديو موجود في الدروس السابقة. تمام، هنا احنا بصدد انشاء employee example، حنشوف كيف نعمل code first. في البداية احنا بدنا نعمل add class، add ثم class، add new class، هنا خليها employee. تمام، خلي بالك هنا حنشئ two properties أو three properties. هنا قلنا من كود سنيبت اللي أنت ممكن تتعلم وتكتبه، يقول له هنا prop double tap مباشرة بعمل لك إيه، بعمل لك property. الـ ID مباشرة إذا أنت بتتعامل مع property ID مباشرة. هنا prop تانية، وليكن عندك هنا string نسميه هنا employee name. اوكي، وخلي هنا prop tree ولتكن هنا مثلا string، قول هنا address. تمام، هنا حنعمل نقول له كي كنترول دوت، نجيب الريفرنس تبعها. تمام، نعمل سيف، انشأنا كلاس اسمه امبلوي. هنا بلزمني انا اعمل اضيف الانتيتي فريم ورك من النوجت باكج، وطبعا حنجيبها من البراوس من هنا الانتيتي. طبعا هذا كل الكلام احنا عملناه في الدروس السابقة في دورة الاي اس بي، في دورة ديسكتوب انتيتي فريم ورك، وعرفنا كيف نعمل انستولينج للانتيتي فريم ورك. لاحظ هنا بتنزل كل الريفرنسز اللي احنا محتاجينها. تمام، بتنزل من الاونلاين من الستور. فينيشت، اوكي، كلوز. طبعا احنا انشات اول كلاس، هنا حعمل
rebuild the solution. Rebuild. تمام. تمام. حضيف أنا هنا كلاس جديد وليكن خلي بالك امبلوي امبلويز داتا داتا. اوكي انا هنا بدي اعمل انهرث للدي بي كونتكست اللي كنا تحدثنا عنها في الدرس السابق وقلنا هي عبارة عن بروفايدر للداتابيس. هنا هنقول له هنا دي بي ست. تمام. مين الامبلوي كلاس هنسميها هنا امبلوي. تمام. وخليها هنا امبلوي. تمام. نعمل سيف ونعمل بيلد او ريبيلد للسوليوشن. تمام. هنكون هيك انشأنا كلاس امبلوي وكلاس اسمه امبلوي داتا. تمام. One succeeded. اوكي. مباشرة على الكنترولر على الفولدر اللي اسمه كنترولر. Add new controller. على السريع نختار empty controller. نقول له اوكي. هنضيف هنا employee controller. تمام. تبع معي. لغاية ما ينشأ الكنترولر نوقف التصوير. تمام. هنا نغير الاكشن اللي اسمه اندكس على ما اظن صرنا نعرف انه اول هنا نعرف ننشئ الكنترولر اول امبلويز نقول له هنا. طبعا هنا انا عايز اعمل يوزنج مين اللي هو لو هنا الامبلويز امبلويز employees data هنجيب الريفرنس تبعها نسميها هنا نعرف context equal new employee data using. تمام. هنضيف مجموعة من ال هنضيف مجموعة من ال employees نقول له هنا context dot employees dot dot add add. طبعا في البداية سوري عايزين ننشئ object نقول له هنا employee dot sorry employee equal new equal new employee حيكون عندك ال ID equal one ال employee name equal employee one حيكون عندك ال address وليكن somewhere. ماشي. هنا add الـ employee. الـ employee. تمام. وحنعمل context dot save changes. اوكي. تمام. وهنا هنرجع بمين بالaction. خلينا ننشئ هنا instance نقول هنا var او بلاش خلينا نقول هنا list مباشرة على السريع list of employees employees ولتكن هنا انا list equal new list of employees. اوكي. هنا عايز اقول له بعد ما save changes هنا اقول له
list dot add dot add مين؟ add اللي هو employee اللي انشأناه. تمام، وهنا اقول له view list. تمام، ونعمل save ونعمل build rebuild للسوليوشن. كل القصة انه احنا نعمل generate للداتابيس، لانه لسه الجزء الثاني ان شاء الله حنتعرف على اشياء كتير متقدمة. تمام، اوكي، الان حنعمل view، رايت كليك على all employees، هنقول له add view، نفس الشيء all view هناخدها نعملها list، وطبعا من ال employees، والmodel class هتكون هنا employee model. تمام، نقول له add، هينشأ لك اياها، هنشوف كيف نعمل generate، انشأ view خاص بالall employee. تمام، هنشوف كيف ممكن احنا نعرضها في البراوسر، رايت كليك view in browser. تمام، هنتعرف كيفية ال، نشوف كيف حيعرض في الاكشن. لاحظ هنا local host وال يتبعه الكنترولر، يتبعه الاكشن الموجود في الكنترولر، هو عبارة عن all employees. لغاية الان احنا كل هذا شرحناه في دروس سابقة، حنشوف بس كيف الان انا لما عملت run view in browser حيصير جنريت في الداتابيس على السيكوال سيرفر اللي هو مسؤول عنها الانتيتي فريم ورك مابر اللي احنا استخدمنا في الكود فارس. شفتوا كيف عملنا كلاس سميناه امبلوي، عملنا كلاس اسمها امبلوي داتا، طبعا معملها انهرت لمين؟ للدي بي كونتكست اللي هي عباره عن بروفايدر للداتابيس. تمام، طبعا في مجموعه فيها دي بي سيت، مجموعه دي بي سيت، وشفنا كيف عملنا الدي بي سيت احنا وحفظناه الدي بي سيت كيف خلينا يحمل الكلاس اللي اسمها امبلوي. نعم، هاي البيانات دارت امامك الان. تمام، خلينا نروح نشوف الداتابيس اللي تم عملها على السيكوال سيرفر، نشوفها. تعالوا نغلق الدوكيومنتس اللي هنا، كلوز ويندوز، كلوز اول دوكيومنتس. تمام، نيجي هنا الكونكشن الخاصه بالداتابيس اللي هو اد كونكشن، نشوفها موجودة. طبعا بعملها جنريت وين؟ على المباشرة SQL Express، وانا Express SQL Server الخاص عندي. شوف هنا Refresh. تمام، نشوف. نعم، هاي الداتابيس، قول تست كونكشن. نعم، تم الاتصال في الداتابيس. اوكي، تمام، خلينا نشوفه. اذا تم انشاء داتابيس بالكود مثل ما شفنا، خلينا بس نعرضها في الديفينيشن، موديفاي كونكشن، سوري، هنقول له هنا نقول له هنا نعم test connection succeeded، التابل موجودة فيها. نعم، هاي الداتابيس والفيلدز اللي انشأنا. تمام، تمام، طيب، في الدرس القادم ان شاء الله حنتعامل مع الميجريشن ونشوف كيف نستكمل باقي الإجراءات والتعامل مع التابل بطريقة أكثر تطور، ونشوف كيف احنا نستخدم الكونسول مانجمنت وكيفية التعامل معها بهذا الشكل، نوجت مانج باكج مانجر كونسول. تمام، تابعوني في الجزء الأول، و الجزء الثاني إن شاء الله حنتكلم عن
النوجت باكج مانجر كونسول. تمام، بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.